يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. دايما أولى حلقات الأسبوع بتبقى حلقات غاية في الأهمية، لأن بيبقى عندنا فيها العديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء عالميا محليا ومحليا. ده مهم قوي بصراحة. وقبل كل ده، كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، فتفاصيل كتير جدا هتكون معانا على مدار الحلقة النهاردة، و هي حلقة للتوثيق بصراحة في بعض الأمور اللي هنتكلم فيها في إحدى فقرات البرنامج. لكن دايما مهم قوي قوي إن حضراتكم تتواصلوا معانا من خلال سؤال الحلقة. سؤال الحلقة من خلال طبعا صفحات المختلفة على السوشيال ميديا للقناة، سواء فيسبوك تويتر وإنستجرام. وسؤال الحلقة صعب قوي بصراحة قوي، وأعتقد إن إيه يعني ناس كتير هتقعد تبقى محتارة في الإجابة تقريبا، يعني تقريبا زي ما حضراتكم شايفين كده. السؤال ايه؟ هل ركز، هل نجحت تقنية الفار في تحقيق العدالة في الدوري المصري؟ سؤال كده من اسئلة ايه؟ امتحانات الثانوية العامة كده، بمناسبة يعني نتيجة الثانوية العامة، وبنبارك طبعا لكل اخواتنا اللي نجحوا واللي جابوا درجات كويسة. فهو سؤال كده ايه؟ صعب قوي. فاحنا هنستنى اجابات حضراتكم، وهنستنى تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من الحلقة، وهنشوف رأي حضراتكم إيه في السؤال ده وإجابتكم عليه يعني. فده أمر مهم جدا. الأهم كمان إن إحنا دايما بنبتدي بأهم وأبرز العناوين، نشوف العناوين ونرجع نكمل. يلا. في ترند الأهلي، الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا. انطلاق كأس العالم للأندية في اليابان 9 ديسمبر. أما في الترند العالمي، ليفربول يبدأ مفاوضات التجديد مع صلاح. خلي بالك من سؤال الحلقة، سؤال صعب جدا جدا، فيعني لازم تكون حريص إنك تقول رأيك في السؤال ده وتقول إجابتك على السؤال ده. وصدقني هنعرض كل إجاباتكم بإذن الله، بإذن الله مع نهاية الحلقة يعني. النهاردة في ماتشات كتير جدا في مختلف الدوريات حول العالم، دوريات كلها مهمة وأبرزها طبعا دوري الإنجليزي، لكن خلينا نبتدي بالدوري المصري وبعض المباريات اللي هتقام اليوم بالتحديد. نبتدي بالإنتاج الحربي والاتحاد، هيلاقوا بعض في تمام الساعة 7 مساء. مباراة مهمة قوي قوي للإنتاج الحربي، لازم يكسب فيها أو على أقل تقدير يتعادل عشان يكون عنده أمال في بخصوص البقاء في بطولة الدوري. فهي مباراة مهمة جدا للإنتاج الحربي وصعبة في نفس الوقت، الاتحاد نادي كبير طبعا. المباراة الأخرى غاية في الأهمية في إطار المنافسة على البقاء أيضا في بطولة الدوري، المحلة أقحم نفسه في المنافسة على البقاء بعد ما كان قرب أنه يوصل للمنطقة الآمنة بالخسارة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي في المحلة. فبالتالي مباراة النهاردة صعبة قوي على الفرقتين، مين ومين؟ البنك الأهلي وغزل المحلة. الاتنين لازم يكسبوا، يعني الاتنين لازم يكسبوا عشان حد فيهم يبقى قرب بنسبة كبيرة أنه هو يستمر او يكون متواجد في بطوله الدوري الموسم القادم. فدي ايضا مباراه هتكون في تمام الساعه 7 مساء. المقاولين العرب هيلعب مع المقصه الساعه 9، وسموحه مع الجونه الساعه 9 ايضا. اربع مباريات في الدوري الممتاز كلهم مباريات مهمه، اهمهم طبعا اول مباراتين اللي قلت لحضراتكم عليهم. اما بخصوص الدوري الانجليزي، فتقام النهارده في اطار الجوله الثانيه من بريمير ليج بتقام بعض المباريات المهمه. كانت اول مباراه الساعه 1:30 ليفربول مع بيرنلي، كانت الساعة 2 أو كانت الساعة 1:30 ظهرا، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، هدف لجوتا وهدف لساديو ماني، وصلاح أحرز هدف لكن الفار لغاه. بس أنا أعتقد يعني لو الكابتن طارق مجدي كان هو اللي على الفار كان حسابها عشان خاطر صلاح يعني، فما كانش مشكلة يعني، كانت هتبقى مشكلة خالص يعني. لكن في كل الأحوال كنا نتمنى إن صلاح يهدف النهارده، خصوصا ان العالم كله تقريبا مكابتنه في الفانتازي يعني بما فيهم انا. خلينا كمان نروح لبعض المباريات اللي بتقام في هذه اللحظات. الشوط الثاني ابتدى من دقائق قليله، وهي مباريات انطلقت في تمام الساعه 4 عصرا، استون فيلا مع نيوكاسل. الشوط الاول خلص 1-0 بهدف لإنجز لصالح استون فيلا. ليدز يونايتد مع ايفرتون، التعادل الايجابي كان حاضر في الشوط الاول 1-1. مانشستر سيتي مع نوريتش سيتي، تقدم مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، هدف كان بشكل ذاتي من مدافع نوريتش سيتي، والهدف الثاني كان هو اولى اهداف جريليش لاعب مانشستر سيتي الجديد مع فريقه الجديد. طيب كريستال بالاس بيلعب ايضا في هذه اللحظات مع بيرنفورد،
وتعادل السلبي 0-0. مباراة أخيرة النهاردة في الدوري الإنجليزي هتكون في تمام الساعة 6:30 مساء ما بين برايتون وواتفورد. أما بخصوص الدوري الأسباني فالنهاردة في عدد أيضا من المباريات، ديبورتيفو ألافيز مع ريال مايوركا، مباراة ابتدت من دقائق كانت الساعة 5 ميعادها، تعادل سلبي بدون أهداف. غرناطة مع فالنسيا 7:30، وفي نفس التوقيت إسبانيول مع فياريال. أتلتيكو بلباو مع برشلونة الساعة 10 بالليل. الدوري الإيطالي إنتر ميلان مع جنوا 6:30، في نفس التوقيت هيلاز فيرونا مع ساسولو، والساعة 9 إلا ربع ماتشين، تورينو مع أتلانتا وإمبلي مع لاتسيو. مباريات كلها مهمة جدا جدا، فدي مختلف المباريات وأهمها حول العالم. عندنا بقى كلام كتير قوي قوي بصراحة هنتكلم فيه بتفاصيل وبتوضيحات مهمة جدا جدا بخصوص الدوري المصري وبخصوص بعض الملفات المهمة، فاستنونا بعد الفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم بصراحة مع حضراتكم في كل حاجة. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا في البداية نتكلم على مباراة الامس للنادي الاهلي امام المصري. المباراة كانت مهمة جدا جدا لاعتبارات كتير، بخلاف المنافسة على بطولة الدوري اللي هي خلاص شبه حسمت لنادي الزمالك، يعني بحكم الفارق ما بين الفرقتين في عدد النقاط، وبحكم كمان المتبقي من مباريات في بطولة الدوري، فالزمالك أقرب طبعا، ده أمر يعني واضح للجميع. لكن هي كانت مباراة مهمة جدا للأهلي في إطار استعادة الثقة وفي إطار الجانب المعنوي اللي كان مهم قوي أن أنت تقدر تستعيده بشكل جيد. عملنا شوط أول ممتاز ممتاز هجوميا، وقدرنا أن احنا نجيب 3 أهداف كلهم أحلى من بعض بصراحة. الهدف الأول كان لصلاح محسن زي ما حضراتكم شايفين كده، الهدف الثاني كان حلو قوي لطاهر محمد طاهر، والهدف الثالث كان أحلى وأحلى من حسين الشحات، أحد أبرز نجوم النادي الأهلي على مدار الفترة الأخيرة، ولسه هنتكلم على حسين. لكن السؤال هنا ليه الأهلي بيخش فيه أهداف؟ وناس كتير سألت السؤال ده، وهي بصراحة حاجة يعني تلفت النظر، مش الأهلي اللي يخش فيه أهداف كتير، لكن أبسط مبرر هو الإجهاد الذهني. الناس دي لعبت بطولات ومباريات بعدد كبير قوي قوي، فبالتالي انت لما بتلعب اكتر من مباراة في الموسم بشكل فيه ضغوط وبشكل تنافسي في مختلف البطولات، وانت مطالب انك تكسب كل البطولات، وهي دي يعني ضريبة التواجد في النادي الاهلي، فطبيعي جدا جدا انك تتأثر وانك ما تبقاش في قمة تركيزك الذهني. كهربا طبعا جاب جول برضو امبارح، جول مميز، الهدف الرابع للنادي الاهلي، وده كان بقى ايه في الشوط الثاني من اسيست لحسين الشحات. فبالتالي الاجهاد الذهني كان واضح جدا على اللاعبين، وده اللي بيخلي الفريق يستقبل بعض الاهداف. لكن هي مرحله كانت صعبه بالنسبه للاهلي، وخلاص هي بتنتهي بحلوها وبمرها. مرها طبعا انت خلاص بتقرب تخسر بطوله الدوري، رغم ان كل شيء وارد في كره القدم. لو الزمالك تعادل المباراتين المتبقيتين امام الانتاج والبنك، والاهلي فاز على الجونه واسوان، بقى الاهلي بطل الدوري. لكن ده امر هيكون صعب شويه، لان هي فرصه للزمالك بتيجي كل فتره، فاكيد اكيد نادي الزمالك هيتمسك بيها بشكل كبير يعني. ففي كل الاحوال ده فيما يتعلق بمباراه امبارح، لكن برضو بعض النقاط المهمه بالنسبه لنا في ماتش امبارح. اول حاجه حسين الشحات واستمرار تالقه وتوهجه على مدار الفتره اللي فاتت، وهو ده حسين الشحات. هو ده حسين الشحات اللي الاهلي تعاقد معاه، لعيب مؤثر جدا وبيشيل الفرقه في اوقات صعبه. عمل امبارح اكتر من هدف وجاب هدف، فبالتالي بيتالق جدا، نتمنى استمراره على هذا المستوى لانه يفرق معانا كتير قوي 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 يعني. ده بالنسبه لحسين الشحات. لكن انا بشوف اهم لاعب في النادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه جدا جدا هو عمرو السوليه. احد اهم لاعبي النادي الاهلي، مش اهم لاعب، احد اهم لاعبي النادي الاهلي. لعيب في نص الملعب هو اللي بيقدر ينقل لك الهجمه، هو اللي بيقدر يلعب الكرات الطوليه في توقيتها المناسب اللي تساعدك في انك توصل للمرمى بشكل اسرع. السوليه لعيب كبير جدا جدا، وفرق مع النادي الاهلي في المباراه، وبيفرق مع النادي الاهلي لما بيغيب، دي حقيقه، دي حقيقه يعني. فلازم نديله حقه، ما شاء الله عليه، عمل برده مباراه كبيره، وموسم، مش الموسم ده بس كمان، لا، 3 مواسم بخلاف الموسم ده قبل كده كان بيأديهم بشكل كويس، موسمين 3 يعني. فبرضو عمرو السوليه ممتاز يعني، الفرقه كلها عملت ماتش كويس، لكن قله التركيز ده بسبب الاجهاد الذهني، فبالتالي بيبقى فيه غلطه بتاعه ضربه الجزاء، بيبقى فيه غلطه بتاعه الباصه بتاعه ياسر اللي هي كانت غلطه مركبه بخصوص ضربه الجزاء يعني، وايضا الهدف الاول يعني في
الغلطه بتاعت علي معلول مش غلطه، هي وارده في الكوره ان واحد على واحد ممكن واحد يعدي ويشوط تيجي جون، وده اللي حصل يعني. لكن هو برده بيبقى فيه تركيز قليل شويه، لكن في كل الاحوال كل الفرقه عملت مباراه كبيره. علي معلول كان احد ابرز النجوم وكالعاده بيصنع اهداف، فايجابيات جيده بالنسبه للنادي الاهلي مباراه الامس. لكن سيبك بقى من ماتش امبارح، سيبك ماتش امبارح يعني مش حاجه جديده ان الاهلي بيكسب عادي يعني. مش هي دي النقطه اللي هنقف عنها. اللي نقف عنده المهزله التحكيميه الواضحه، مهزله بمعنى الكلمه، هي مهزله. انا مش بتهم حد، ومش بدخل في نوايا حد، ومش بشكك في حد، بس انا بحلل المشهد زي اي واحد من المتابعين المحايدين جدا جدا جدا. والكلام اللي انا هقوله يا جماعه دلوقتي ده ملوش اي علاقه اطلاقا بنادي الزمالك، ملوش اي علاقه خالص بنادي الزمالك. نادي الزمالك مش دعوه، ملوش ذنب في الموضوع. نادي الزمالك فريق قرب ياخد الدوري، الف مبروك ليهم. هي دي المنافسه بالمناسبه. انت مش هتفضل تاخد كل البطولات، ده الطبيعي في الكوره وفي الرياضه. لكن احنا كاهلاويه او كنادي اهلي او جمهور النادي الاهلي متعودين كل بطوله بنحب ناخدها. احنا ثقافتنا كده يا اخي، احنا بنحب كده، فبنزعل قوي. حاسين ان في حاجه غريبه، في وضع غريب بالنسبه لنا ان احنا بطوله بنخسرها، خصوصا في الفتره الاخيره دي احنا ما شاء الله واخدين كل البطولات. لكن كان هو امر وارد حدوثه انك تخسر بطوله من الكم البطولات اللي انت بتشارك فيها. فبالتالي اللي انا هقوله ده مش بطلع مبرر، لان جمهور الاهلي مش زعلان اساسا. جمهور الاهلي مقدر جدا جدا مجهود اللعيبه والجهاز الفني على مدار المراحل اللي فاتت كلها، وعلى كم البطولات اللي جابوها، وعارف كويس قوي ان اللعيبه دي رجاله، وعارف كويس قوي ان الجهاز الفني ده جهاز ممتاز ومحترم. الارقام والبطولات هي اللي بتقول كده، والانجازات ده ما حدش يختلف عليه. اللي هقوله لك ده مش مبرر، ها، او مش دفاع عن اللعيبه والجهاز الفني، لا، هم مش محتاجين دفاع، بطولاتهم هي اللي بتدافع عنهم. لكن في نفس الوقت مش معنى ان احنا ممكن كنا وحشين شويه بطوله الدوري السنه دي، مش في التوب فورم بتاعتنا، ورغم كده نقدر ناخد البطوله، وان هي كانت بطوله سهله بالنسبه لنا، مش معنى كده، وده احنا معترفين بيه، ان احنا نغفل الاخطاء الكارثيه للحكام، ونغفل ان هي كانت مع الاهلي بس السنه دي، الاخطاء التحكيميه مع الاهلي بس بشكل واضح اهو، بشكل واضح. محدش محايد عاقل يقول غير كده. وبرده تاني دي حاجه، والزمالك حاجه تانية، ملوش علاقه الزمالك. الزمالك ما بيقولش الحكام غلطوا في ماتشات الاهلي، هو ملوش دعوه. هو واحد البطوله قربت له، النادي الزمالك وجمهوره بنبارك لهم لو خدوا البطوله. البطوله قربت لهم، فدي حاجه تحسب لهم، دي حاجه بتاعتهم، الف مليون مبروك. لكن لازم احنا بخلاف اخطائنا التي قد من الوارد انها قد حدثت على مدار البطوله دي، على مدار بطوله الدوري، ان احنا لازم نتكلم على التحكيم، لان دي حاجه كانت ملموسه جدا. ومش بنحاول ان احنا نجد مبرر اطلاقا اطلاقا، بنحاول حتى نقول ما فيش اخطاء تحكيم، بس مش ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. لا، في اخطاء كارثيه، مش اخطاء عاديه، اخطاء كارثيه من الحكام، اخطاء خسرت الاهلي الدوري، رغم ان هو ما كانش في افضل مستوياته في بطوله الدوري السنه دي، بس مع ذلك كان ممكن ياخد الدوري. فلا، انا هقف عند التحكيم بصراحه، انا هقف عند التحكيم. فخلينا كده ايه، نوثق الاحداث، تعالوا نفتكر مع بعض كم النقاط اللي فقدها النادي الاهلي هذا الموسم بسبب الحكام، كم النقاط اللي فقدها النادي الاهلي. نبتدي بايه؟ بماتش وادي دجله في الدور الاول، الماتش اللي فقدنا فيه، ايوه سلام عليك، اهو ضربه جزاء واضحه يعني، بص مفيش اي، اهو جايبه من ايده، خد، تعالى انت رايح فين، تعالى تعالى، اقع، ضربه جزاء طبعا، والحكم ما حسبهاش. ادي واحد، ادي واحده اثرت على الاهلي، نقطتين ايه ضاع، اول نقطتين، تعالى على اللي بعديها، على اللي بعديها ادي واضحه، وكل اللي هعرضه لكم واضح، كل اللي هعرضه لكم واحد، ادي تاني واحده، الهدف بتاع ايمن اشرف في مباراه البنك الاهلي، هدف صحيح مليون في المية. هتقول لي يا عم ما هي ممكن تكون فاول، مش عارف ايه، بعض البرامج اللي بيقدمها بعض الزملكاويه اللي ليهم كل التقدير والاحترام، لما جابوا حكام اجانب او يعني خبراء تحكيم اجانب عشان يقولوا الكره دي مش جون ولا مش جون، الراجل جه في البرنامج قال لك الكره جون مليون في المية، انتوا ازاي لغيتوها؟
انا مستغرب ان جون زي ده يتلغي. ادي جون كمان ونقطتين كمان ضاعوا بسبب الاخطاء ايه الفجه من التحكيم. تمام، ادي رقم اتنين، يبقى كده كام نقطه حضراتكم؟ اربع نقاط. عد معايا، تعالى بقى للماتش اللي بعد دي ايه دي ايه تعالى للماتش اللي بعده. ادي ضربه جزاء، دي ضربه جزاء كمان في مباراه البنك، تمام، ما اتحسبتش. حلو، هدف الركلة الجزاء في ماتش واحد. تعالى بقى ايه لبيراميدز الدور الاول، تمام، نقطتين كمان ضاعوا بسبب ايه؟ خلي بالك مين كان الحكم في الفار؟ طارق مجدي، وحط تحت طارق مجدي 100 خط او مليون خط او عد براحتك يعني. فالغاء هدف صحيح لوالتر بوالي، هدف صحيح مليون في المية، مليون في المية اتلغى. ادي واحد، وضرب الجزاء لمحمد شريف اهي. احنا بس بنوثق الوضع، بنوثق اللي حصل يا جماعه للتوثيق فقط، وليس تقليلا من فوز نادي الزمالك ببطوله الدوري في حاله تحقيق اللقب بشكل رسمي. لكن ضربه جزاء حد يختلف عليها؟ حد يختلف عليها؟ لا ما حدش يختلف عليها. يبقى ادي نقطتين كمان، بقى انا كام نقطه دلوقتي يا جماعه؟ ادي ست نقاط. خش على اللي بعده، مباراه المحل، ادي ضربه جزاء واضحه مليار في الميه لمحمد هاني، وشفنا حالات زيها كتير جدا منها تقريبا على ما اتذكر يعني ماتش للزمالك مع المحلة، إن لم تكن تخني الذاكرة، بنفس الحالة دي ما اتحسبتش. بنفس الحالة دي ما اتحسبتش. كان حكم الساحة مين؟ محمد معروف، وسيد شعبان كان حكم الفار. وكان في كارت أحمر المفروض ياخده مدافع المحلة وما خدوش. وخسرنا الماتش ده، أدي ثلاث نقاط، بقيت كام نقطة خسرتهم بسبب الحكام؟ تسعة. أيوة كده، ركز أهي. بص يعني دي إنذار في طرد على طول، أو دي طرد مباشر كمان. طرد مباشر كمان، لعبة خطرة جدا كانت ممكن تبطل محمد شريف كورة. تعالى بقى على الماتش اللي بعده، ماتش الزمالك أو الحالة اللي بعديها، ركلة جزاء أهي واضحة بالصورة، شايفين الدورية دي أهي. لاعب الزمالك أعتقد ده فتوح، رجله على أنكل مين؟ رامي ربيعة. ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، كانت تفرق برضو مع الأهلي، والماتش ده الأهلي تعادل فيه 1-1. وادي نقطتين كمان راحوا، بين كام نقطة؟ 11 نقطة. اللي بعده الإسماعيلي، ضربة جزاء أجاييه، محمد الحنفي، خلي بالك محمد الحنفي كان حكم ساحة، أنا بقول لك كده بس عشان تاخد بالك في اللي جاي، ماشي، ومحمود عاشور كان حكم فار. ضربة جزاء واضحة لأجاييه ما اتحسبتش. أدي نقطتين كمان راحوا، كده كام نقطة راحوا؟ وصلنا ل 11 بين 13. لكن ما أنا هاجي لك بقى في الحتة دي، ضربة الجزاء بتاعت أجاي، لأن أنا عايز أتكلم على المعايير، بس نخلص الحالات كلها ونروح للمعايير. تعالى بقى في الماتش اللي بعده، اللي هو الماتش اللي قبل الأخير للنادي الأهلي، اللي هو الهدف والخطأ التحكيمي الكارثي، هدف واضح ووضوح الشمس، كرة جون جوه الجون، جوه الجون، ياسر إبراهيم، ما اتحسبتش. واللي يغيظك بقى إيه؟ اللي يغيظك إيه؟ إن محدش كلف خاطره إن هو يبص على الحالة في الفار، لكن لو حاجة على الأهلي ها؟ نقعد فيها 7 أو 8 دقايق و10 دقايق وممكن نخلص الشوط الأول كله بنراجع الحالة، يمكن يا رب تطلع ضربة جزاء على الأهلي، يمكن. أو تطلع هدف على الأهلي، يمكن. أي حاجة ضد الأهلي خد فيها وقت، لكن لصالح الأهلي هم 15 ثواني بالكتير. مش جون، مع إن هي حالة تستحق المراجعة مرة واتنين وعشرة، لأن هي جوه الجون. هي هدف صحيح مليون في المية. كان الحكم ابراهيم نور الدين، وايه؟ والفار كان محمود بسيوني. كده يبقى احنا فقدنا 15 نقطة، 15 نقطة كانت كفيلة بحسم النادي الأهلي بطولة الدوري بشكل مبكر، صح ولا لأ؟ مش بقلل برضه من أي إنجاز لأي نادي تاني، برضه عشان كان واضح إن ناس واقعية ومنطقية جدا. تمام؟ أدي فيما يتعلق بالتحكيم. لكن تعالى بقى امبارح ضربة الجزاء للزمالك بغض النظر هي صحيحة ولا خاطئة، أنا بتكلم على المعيار اللي من خلاله بتاخد قرارك. ضربة جزاء لنادي الزمالك اتحسبت في مباراة سيراميكا، للأسف ما عنديش الحقوق عشان أجيبها لحضراتكم، في مباراة سيراميكا هي نسخة طبق الأصل. اللي ما شافش مباراة كأنك شفت كرة أجاي في ماتش الإسماعيلي اللي ما اتحسبتش، هي بالظبط. أدي كرة أجاي أهي امبارح لنادي الزمالك، هي والكرة اتلعبت، والولد مع أعتقد زيزو اللي كان في اللعبة اتعرقل، ورجعوا للفار وقعدوا في الفار بقى كام دقيقة؟ اعتقد وصلوا للست 7 دقايق مستريح. مش بشكك في حد، انا بقول وقائع، مش بتهكم على حد، انا بقول وقائع.
حلو حلو، هي الكوره ليه اتحسبت هنا وما اتحسبتش هنا؟ يعني اشمعنى؟ اشمعنى؟ ايه الفرق؟ ما هو المعيار واحد. المعيار واحد. كان مين حكم الفيديو في ماتش الزمالك؟ كان مين يا جماعه؟ طارق مجدي. ها؟ هو طارق مجدي اللي لغى على النادي الاهلي هدف وهو في الفار. ها؟ هدف في مباراه البنك وايضا ضربه جزاء. او في مباراه بيراميدز بالتحديد يعني. فانا في ازدواجيه في الحقيقه في المعايير واضحه جدا جدا عند الحكام، وفي تعنت. انا حاسس ان في تعنت مقصود بقى غير مقصود، دي ما اقدرش اتدخل فيها وما اقدرش اتهم حد فيها وما اقدرش ادخل في النوايا خالص. انا بخلي بالي كويس جدا من كلامي. فانا مستغرب، مستغرب قوي قوي. اكتر موسم النادي الاهلي ظلم فيه تحكيميا هو الموسم ده، واللي ادى لهزيمه النادي الاهلي او خسارته لبطوله الدوري، لسه مش بشكل رسمي حتى الان، لكن خلاص على اعتاب فقدان بطوله الدوري. لكن الاهلي ما بيخسر دوري، بيخسر دوري عشان يكسب 6-7، ده اللي احنا متعودين عليه بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى دايما توفيق للنادي الاهلي. لكن بقى في نفس الوقت اللي يستفز الواحد، اللي يستفز الواحد وهو بيان في عدم تحمل للمسؤوليه على الاطلاق. مش موجوده المسؤوليه، مش موجوده التفكير، مش موجود، او الذكاء، او في ذكاء بس خانهم، الذكاء خانهم. انا بحاول التقي تعبيراتي والفاظي يعني في الحقيقه. لما طلع قال لك اتحاد الكره وبعد ماتش طلع الجيش اللي كان فيه هدف واضح وضوح الشمس النادي الاهلي ما اتحسبش، طلع قال لك ايه؟ بص بقى الاستفزاز. في ظل الاحترام الذي يلقاها التحكيم المصري، يا ريت يا جماعه تعرضوا لنا. ايوه كده، بص بقى البيان ده اللي هو يعني بايه، عارف لما حد يقول لك اتفرق؟ يا راجل اسكت احسن، اسكت احسن بدل ما تتكلم. في ظل الاحترام الذي يلقاه التحكيم المصري دوليا، اربعه اطقم تحكيم في البطولات العربيه والافريقيه خلال اسبوع واحد. يا سلام، لا بجد، يا ده احنا عندنا حكام جامدين قوي، ده احنا عندنا حكام تقال قوي، احنا عندنا حكام ما شاء الله عليهم شاطرين قوي. طب بأمارة ايه؟ ده الناس مش عارفين اللي فيها، ده الناس ما بيتفرجوش على الدوري المصري. اللي بيختاروا الحكام المصريين، انا على فكره برضو ده مش تشكيك في قدرات الحكام المصريين، لكن هي امكانياتهم كده، هي امكانياتهم كده. عندنا حكم واحد او اتنين بالكتير هم اللي كويسين، ابرزهم محمود البنا، ما حدش يقدر يختلف عليه خالص، مع ان هو وارد ان هو يغلط. لكن في نفس الوقت انا بشوف ان ده استفزاز لجمهور الاهلي، لان البيان طالع في توقيت بعد مباراه طلائع الجيش مباشره اللي كان فيها هدف واضح للنادي الاهلي. طب خلاص بلاش الصيغه حتى دي يا راجل، حاول تمتص غضب الجماهير يا راجل، ما تحسسش ان انت بتقول للجمهور انا متعمد، انا متعمد اقول لكم انا كده كويس وانا كده جامد يعني. فحاجات غريبه جدا بنشوفها بصراحه من الحكام في الدوري المصري، وفي الوقت اللي كل الحكام او كل اللجان التحكيميه في القاره الافريقيه بالتحديد الاتحاد الافريقي لكره القدم بنشوف تطور ملحوظ في الحكام، مفيش اخطاء كتيره زي زمان. ها احنا بنرجع لورا، الناس تطلع لقدام تحكيميا واحنا اللي بنرجع لورا. حاجة تحزن، حاجة تحزن ان احنا نفسنا مستوى التحكيم يبقى في قمة التحكيم الافريقي يعني. فدي من ضمن الامور المهمة. مش معنى كلامي ان انا بقول ان الحكام هم السبب في هزيمة الاهلي لبطولة الدوري، لا هم سبب رئيسي، لكن في اسباب تانية. ممكن يكون عندنا بعض الاخطاء، واحنا بنعترف جدا جدا في النادي الاهلي لو عندنا اخطاء عشان نتطور ونصحح من نفسنا او نصلح من نفسنا ونوصل للاهداف اللي احنا عايزينها. ده فيما يتعلق بالجانب التحكيمي ومباراه الامس ما بين الاهلي ومصر. هنروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، استنونا. طيب خليني اقول لحضراتكم خبر بيتعلق بكاس العالم للانديه اللي هيشارك فيه النادي الاهلي، واحنا عارفين الاهلي دايما يعني متعود على انه يشارك في كاس العالم للانديه والمحافل والبطولات اللي بيحبها جمهور النادي الاهلي. فاخر الاخبار والتطورات في الجانب ده تحديدا ان الاتحاد الياباني لكره القدم اعلن موعد انطلاق بطوله كاس العالم للانديه، وقال ان هي هتبتدي من 9 ديسمبر ل 19 ديسمبر على مدار 10 ايام يعني كالعاده. وقال ان دي مواعيد بطوله كاس العالم للانديه والاجنده اللي هيشارك فيها النادي الاهلي المصري كبطل لافريقيا وتشيلسي الانجليزي كبطل لاوروبا، وهم دول الطرفين اللي اتحددوا لحد دلوقتي بشكل رسمي في انتظار
بقيه الابطال اللي هيشاركوا في هذه البطوله. واكد الاتحاد الياباني في بيان رسمي عبر موقعه ان المباراه الافتتاحيه لبطوله كاس العالم للانديه ستقام في 9 ديسمبر، وذلك على ان تكون المباراه النهائيه يوم الاحد 19 ديسمبر. يا رب يكون الاهلي فيها، تبقى حاجه جديده ومميزه جدا بالنسبه لنا. اضاف الاتحاد الياباني في بيانه ان مواجهتي نصف النهائي، والتي سيكون فريق تشيلسي بطل اوروبا طرفا بواحده منها، ستكون بين يومي الاربعاء 15 ديسمبر او الخميس 16 من الشهر ذاته. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، واكيد هيبقى في استعدادات مهمه جدا لهذه البطوله. ده فيما يتعلق بكأس العالم للأندية، لكن خلينا سريعا بقى نروح لترند الأهلي وأبرز الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في السوشيال ميديا، بالتحديد بعد مباراة امبارح وبعد كل الأحداث اللي بنشوفها في بطولة الدوري. نبتدي بحسين الشحات، وده من حساب في الجول على تويتر، واللي بيقول إن الشحات ساهم في 18 هدف من أصل 66 للأهلي هذا الموسم في الدوري، سجل 10 وصنع 8 بنسبة 27%، نسبة كويسة. وخلي بالك، حط في اعتبارك إن في بعض الفترات دي في الدوري ده كان حسين الشحات مش في قمه مستواه، ما بالك بقى لو حسين بمستوى ثابت زي اللي احنا بنشوفه مؤخرا، كنت هتلاقي ارقام اعلى من كده بكتير، ومع ذلك هي ارقام جيده. فحسين لعيب كبير جدا ومميز جدا، نتمنى له يا رب الاستمراريه على هذا المستوى. تعال نروح للاهرام وحسابهم الرسمي على تويتر، واللي بيقولوا ان طاهر هيغيب عن الاهلي للايقاف بسبب طبعا تراكم البطاقات الصفراء، وكهربا هيعود للتشكيل الاساسي امام الجونه. كهربا ماشي بشكل كويس واحرز هدف امبارح، نفس الحال بالنسبه لطاهر اللي قدر ان هو من خلال هدف يستعيد بعض الثقه بخصوص مستواه، وكان هدف جميل بصراحه. اليوم السابع حسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا ان الجهاز الطبي للاهلي يؤكد جاهزيه محمد شريف لمباراه الجونه في الدوري. محمد شريف اصبح جاهز، لكن اعتقد هيكون في حرص وتحفظ بخصوص مشاركته في المباراه المقبله امام الجونه، ده امر متروك للجهاز الفني والطبي بكل تاكيد. اخيرا قبل ما اطلع الفاصل، يلا كره، حسابهم الرسمي على فيسبوك بيقول ان الاهلي يخاطب الكاف ويستعجله من اجل ارسال مكافئات دوري ابطال افريقيا والسوبر. الاهلي ليه طبعا مكافئات ماليه لغايه دلوقتي ما وصلتش، فان شاء الله توصل قريبا جدا جدا جدا. هروح لفاصل سريع بعدين كم، يلا. طيب نكمل ترند الاهلي ونشوف برضو اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي. نبتدي بعلي معلول، او نستكمل الترند بعلي معلول من خلال الوطن الرياضي وحسابه الرسمي على فيسبوك، اللي بيقولوا في تطورات في تجديد عقد علي معلول في الاهلي. كل اللي اقدر اقوله لكم بغض النظر عن الخبر اللي مكتوب بخصوص علي معلول، ان كل حاجه مؤجله للتوقيت المناسب، لكن في توافق كبير بين الاهلي وعلي معلول بخصوص تجديد التعاقد. ده اللي اقدر اقوله لحضراتكم، اي شيء اخر بيتم الاعلان عنه بشكل رسمي، لكن لا اقدر اقول ان في توافق حتى هذه اللحظه. علي معلول احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مدار السنوات السابقه، لعيب مهم جدا 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 جدا، ما حدش يقدر يختلف عن النقطه دي، وكلنا بنحبه وبنموت فيه يعني. خلينا كمان نروح لحساب مبتدع على تويتر، واللي بيقول ان لجنه التخطيط بالاهلي ترشح 3 مهاجمين محليين لموسيماني. برضو ده امر مهم، انت اكيد هتتعاقد مع بعض اللاعبين، برضو الاعلان هيكون في التوقيت المناسب بخصوص الاعلان عن صفقات جديده ربما للنادي الاهلي. حسابات كتير، افكار كتير في اذهان لجنه التخطيط بالتنسيق مع موسيماني، لجنه التعاقدات مع كابتن محمود الخطيب المشرف على الكره، وبالتالي بيتم التوافق واختيار القرار الانسب اللي يكون في صالح الفرقه. مهاجمين محليين بقى مش محليين، الامور هتمشي ازاي؟ برضه خلينا نتكلم بشكل رسمي لما الامور تعلن بشكل رسمي. لكن هنا في الخبر برضه، بما ان برضه ممكن البعض يكون عنده فضول ايه طب اللي جوه الخبر، قال لك ان في 3 مهاجمين محليين الاهلي بيفكر فيهم يجيب واحد منهم، يعني اللي هم مين؟ شادي حسين مهاجم سيراميكا، برضه ده امر طبقا للي بيقولوه حساب مبتدا، وحسام حسن مهاجم سموحه المعار في ليبيا، ومصطفى البدري لاعب الانتاج الحربي المميز جدا. بشكل اكيد ده خبر او اجتهاد لحساب مبتدا، بشكل رسمي او بشكل حقيقي مفيش اي جديد بخصوص هذا الملف، وهننتظر ونشوف قرارات المسؤولين في النادي الاهلي عن الكره، وان شاء الله تكون قرارات كلها مهمه بالنسبه للفريق. ده كان بخصوص ترند الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع بقى ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه الصعب جدا النهارده، هو رايك ايه في حكام الفار او في تقنيه الفار، وهل افادت الدوري المصري ولا لا؟ هشوف اجاباتكم بعد الفاصل، استنونا. هو سؤال الحلقه النهارده بصراحه صعوبته في سهولته، اللي هو ايه؟ هل نجحت تقنيه الفار في تحقيق العداله في الدوري المصري؟ هو السهل، الرد السهل، ان طالما في فار لازم يكون في عداله، او عداله بنسبه ما كبيره جدا. لكن صعوبته في ايه؟ في ان احنا ما شفناش العداله دي اصلا. فخلينا ناخد تفاعل حضراتكم
ورأيكم في السؤال ده وردكم عليه. نبتدي بمحمد جاب الله واللي قال لا تحقق العدالة للأهلي، هو خاص الأهلي، قال لك هي بتتحقق العدالة في كل المباريات ما عدا الأهلي، ولكن في فرق تانية استفادت من الفار. ده بصراحة عنده حق فيها، رأي شخصي يعني. محمد شاهين الأزهري قال لك إيه؟ قال لك للأسف تقنية الفار لم تحقق العدالة في الدوري المصري. ماشي، تعال نروح لشهاب القطب واللي قال إن الفار مفيش فيه حاجة غلط. ماشي، لكن كله في اللي قاعد على الفار، هو جاب لك أصل الأزمة، اللي قاعد على الفار هو اللي فيه حاجة غلط، هو اللي مش عارف يستخدم الفار إزاي، هو اللي مش عارف المعايير اللي من خلالها بتطبق تقنية الفار. هو جاب لك الخلاصة بصراحة شهاب، برافو يا شهاب. تعال نروح لمين تاني؟ تعال نروح لعبد الله أيمن واللي قال إيه؟ لا ده الأهلي خسر 15 نقطة بسبب الحكام والفار. هو برضه راصد عدد النقاط اللي فقدها النادي الأهلي بالظلم التحكيمي وبسبب الفار. ونفس الكرة اللي كانت ضربة جزاء لأجاي أمام الإسماعيلي اتحسبت للزمالك إمبارح أمام سيراميكا، عنده حق بصراحة. وقال لك كمان إيه؟ تقنية الفار لم تحقق العدالة. واضح جدا للأسف الشديد، للأسف الشديد جدا كمان، لأن المفترض إن طالما في فار يكون فيه عدالة بشكل كبير. طيب دي كانت تفاعلات حضراتكم على سؤال الحلقة الصعب جدا النهاردة، ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج بإذن الله. سلام.